إما بطرس أهلا وسهلا فيك بآخر موضة. اليوم عم نستضيفك لأن أنت من بين الأوائل من مصممين الأحذية المتخصصين بسكربينات اللوكس. حابين نعرف ليش اخترت هذا المجال وليه سميت الهاوس اللي بيحمل توقيعك وتصاميمك باسم بويز؟ أول شيء اخترت هذا المجال علي لأنه من أنا وصغيرة كان عندي مشكلة وزن زايد وما كنت أقدر لقى تسيب على طول عقيسة. كنت حب السكربينات كتير لأنه كانوا يضلوا يزبطوا علي لو بنصح لو بضعف. وبس كبرت حسيت أنه السكربينة كانت آيتم بالخزانة كتير بيعنيلي لأنه كانت الطريقة الوحيدة لإلي لأقدر أعبر عن شخصيتي كبنت أو كمرأة. فقررت أعمل لاين أحذية statement pieces يكونوا لكل مرة بتلبسهم كمان طريقة للتعبير experience هي بتحسها أو بتعيشها وقت تلبس هيدول السكربينات. ما حابب أعرف منك أكتر، هل مودة السكربينات مثل الأزياء الكوتيو بتتغير موسمياً أو لا إلى موسم خاص فيها؟ ليك هلأ مع السوشيال ميديا وقدي صارت الفاشن سريعة، مش مثل أول ما بلشت، صارت تتغير من اليوم للتاني، ما بقى موسم حتى يعني. والناس صارت شو بتشوف على إنستغرام أو على السوشيال ميديا بدها تلبسه اليوم. إما معروف أنه دائما لما واحد يعمل طلب لشيء مميز بتكون أسعاره شوي مرتفعة، هل أسعار بويز هي أسعار مرتفعة أو هي بمتناول الجميع؟ اليوم أنت لما عم ينعمل حذاء لا شكل إجراك بالذات كاستمايز باللون اللي بتحبه بالقماش اللي بتحبه أو الجلد اللي بتحبه، أنا بلاقي أنه for what quality you're getting السعر كتير مقبول. عرفنا أنه هناك في تعاون كتير مهم مع المصمم رامي قاضي خلال أول مجموعة عرض أزياء لقلو بباريس، خبرينا أكتر عن هذا التعاون وشو صممتوا شيء مميز؟ هيدا مش أول مرة بتعامل مع رامي، صار عنا 3 أو 4 كولكشنز شغلين فيها سوا، بس رامي هيدا أول مرة بيعرض فاشن شو بباريس وأنا كتير مبسوطة أنه قرر يشتغل معي كرمال الأحذية. بقلك بيفرق رامي عن غيره هو أنه بيخليني إخوات بالديزاين، يعني ما عندي باوندريز، يعني بيسمع لأفكار وبيقبل بكتير قصص غيره ما أنه جريء هالقد ليقبله. ما معقول تكون ضيفة آخر موضة وما نعرف شو آخر موضة بتصاميم وموديلات سكربينات لكل الستات والصبايا. علي الناس ما بقى بدها تلبس سكربينات بدهم يلبسوا إسبادري. كتير عم يكون دارج السنيكرز، ما بقى حدا له جلد كتير. هلا بيلبسوا اذا ظهرين عشيه بس انه بالنهار وهيك كل شيء الموضه هلا عم تروح على السنيكرز. مين لبست من الستارز باوروبا او بامريكا؟ ليك انا هيديك السنه كنت كتير احلم لبس حدا مغنيه اسمها كاردي بي ولبستها هيدي السنه، ف it was a very nice experience وكتير انبسطت انه حبيت الشوز ولبست اكثر من مره من التصاميم تبعي. إما بنتمنى لك عن جد الاستمرارية والنجاح. ميرسي علي. ومبروك لخطوتك الأولى بعالم الموضة بمجال باريس فاشن ويك.